مع تواصل العملية العسكرية وسقوط عشرات القتلى والمعتقلين، دمشق تسمح للجنة دولية بتفقد بعض مناطقها. ستوكهولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاغتصاب. وبعد 7 سنوات الصين تسجل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ. موجز الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام في دبي، أهلا بكم. برأت محكمة مدنية أمريكية ساحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني، أول معتقل في سجن غوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة. المحكمة برأته من 285 تهمة من تهم الإرهاب الموجهة إليه حول الدور الذي لعبه في تفجير سفارتين الأمريكيتين في كل من نيروبي ودار السلام عام 1998. وأدانت المحكمة غيلاني البالغة من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط، هي جريمة التخطيط لتدمير أو إلحاق الضرر بالممتلكات الأمريكية باستخدام متفجرات، بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم قتل. هذا ويواجه غيلاني الآن حكما بالسجن لعشرين عاما على الأقل. طلبت ممثلة ادعاء سويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الإنترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاغتصاب. وكان مكتب مماثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر أيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد أسانج. من جهته وصف أسانج هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد، علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها السويد. تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هاربا لمدة 14 عاما. واعتقلت الشرطة المتهم أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا الصقلية في نابولي. لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي، وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة الإيطالية مذكرة دولية باعتقاله. سجلت أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003، وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاما. وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني، وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة، مما يعني أن هناك احتمالاً بتفشي المرض. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمناه لكم من أكاديمية فوكس للتدريب الإعلامي في دبي. لمزيد من التفاصيل زورونا إلكترونياً عبر موقعنا www.focusacademy.tv. شكراً لكم على المتابعة والسلام عليكم.